الجانب المظلم من كرتون جامبول. إذا كنتي من عشاق الرسوم المتحركة فأكيد أنك كنت تفرجتي في الكرتون الغني عن التعريف كرتون جامبول، كرتون اللي ممتع واللي كيهضر على طفل أو قد سميتو جامبول كيعيش مع عائلته اللي مختلفة الأنواع والأشكال واللي متكونة من 5 أفراد: جامبول، أخوه داروين، أخته أنايس، والأب ريتشارد، والأم نيكول. بزاف ديال الحوايج غريبه في هذا الكرتون المظلم، فشنو هي القصه الحقيقيه المرعبه لهذا الكرتون؟ وشنو هي حقيقه داروين السمكه؟ واش بصح داروين هو شخصيه طيبه في داك الكرتون؟ هادشي كامل غنهضروا عليه اليوم. فقبل ما نبداو في القصه ما تنساوش تشتركوا في القناه، واهم حاجه انكم تفعلوا الجرس باش انفو نزل اي فيديو تشوفوا نتوما الاولين، وحطوا لايك للمقطع نوصلوه ل 2000 لايك. ويلا نبداو. خرجوا بزاف ديال النظريات على هذا الكرتون المريب، وبزاف ديال الناس هضروا على القصه المظلمه لهذا الكرتون. فكيف ما العاده انا غنعاود لكم اليوم اشهر القصص والنظريات عليه، فإلا كنتو كتعرفوا نتوما شي قصص اخرين كتبوهم ليا لتحت. ويلا نبداو. القصه الاولى كتقول ان عائله جامبول كانت في الاول متكونه من نيكول وريتشارد، الام والاب، واللي ما كانوش كيولدوا، كانوا ديما كيحسوا بالوحده، وهذا الموضوع كان مسبب لهم حزن كبير. فاللي غيقروا يديروه انهم يخطفوا دري صغير، ولكن باش الناس ما تعيقش خاصهم يلقاو دري كيشبه الواحد فيهم والمواصفات ديالهم، وكاع المواصفات اللي كانوا باغين لقاوهم عند الطفل جامبول، واللي غيخطفوه وغيولي فرد جديد في عائله واترسون. والموضوع ما غيقتصرش غير على جامبول، حيت نفس الموضوع غيتكرر مع انايس اللي كياكد هاد النظريه هاد الحلقه من جامبول. فاش المدير ديال المدرسه غيقشعهم وغيعيق باللي انايس ما كتنتميش لعائله واترسون بسبب الذكاء ديالها. لديكم عبقري يلزمنا. ماذا تقصد؟ ولكن باش العائله تغطي على الذكاء ديال انايس غيقولوا باللي داروين هو الذكي فيهم، تما غيدوه. ولكن من بعد فتره اللي قصيره غيرجعوه عاوتاني للدار، حيت عرفوهم كيكذبوا عليهم، وشي واحد اخر من هذيك العائله هو اللي ما كينتميش ليها وهو الذكي. فهنا كان غيتعرف كل شيء، ولكن لحسن الحظ انهم داو واحد اخر والموضوع ما تعرفش. القصة الثانية او النظرية الثانية كتقول داروين هو الشخصية الشريرة في السلسلة، وهو اللي غيكون السبب في النهاية الحزينة لهاد العائلة. كل شيء غيبدا ملي ريتشارد غيمشي يجيب الجامبول سمكة جديدة، حيت كاع السمك اللي كان كيجيب ليه كانوا كيموتوا. فمنين غيجيب ديك السمكة؟ من الشاحنة الحمراء. الشاحنة الحمراء احنا كنعرفوا بلي اي حاجة خرجت منها كتكون شريرة او كتكون اداة للشر، وفي الاخر كتقلب على مولاها بالخير. فداروين جا من ديك الشاحنة الحمراء، وهذا الشيء الا كان كيعني شي حاجة فهو كيعني ان داروين هو شخصية شريرة وماشي خيرة ولطيفة كما كنشوفوها. النظرية كتقول ان داروين دخل وسط العائلة غير باش يدمرها وتخبى ورقينا على اللطافة والتمثيل باش كلشي يصدق انه شخصية جيدة وطيبة ورقيقة. كتقول هاد النظرية ان في حلقة من الحلقات المحذوفة غتكون نهاية ديال عائلة واترسون على يد داروين، اللي غيتحول من شخصية جيدة لشخصية شريرة وغيصفيها لهم كاملين. فواش كتشوفوا نتوما ان هاد النظرية تقدر تكون صحيحة؟ النظرية او القصة الاخرى كتقول ان جامبول هو الشخصية الشريرة وماشي البطل ديال القصة، وانه الى دققتوا شوية وانتوما كتفرجوا في الحلقات ديال الكرتون غتلاحظوا باللي ديما جامبول كيجبد المشاكل لراسو، وخصوصا واكثرية الاصدقاء ديالو وحتى لعائلته، وان داكشي كامل ما كيكونش عن طريق الخطأ، كيديرو مقصود، حيت هو شخصية شريرة وماشي جيدة في القصة. وكيتقال انه صفاها لشحال من صديق كان معاه، وابرز شخصيه كانت النفاخه، وشكون فينا ما عرفش ما ذكره جامبول هاد النفاخه بدون اي سبب، بالرغم انه انسان هادئ وعمره ما جبد معاه الصداع. فكيت قال ان السبب اختفاء ديال داك النفاخه هو جامبول، حين صفاها ليه من بعد ما لقى الفرصه المناسبه. بالنسبه لهاد النظريه فنقدروا نقولوا انها منطقيه، وما تفاجئش فاش سمعتها، حيت بصح كان واحد الكره ماشي طبيعي ما بين جامبول وديك النفاخه. نبعدوا شوية على جامبول وداروين، وخلونا نمشوا لنيكول، الأم المكافحة واللي كتخدم باش تأمن لولادها كاع داكشي اللي غيحتاجو بحكم أن الأب ما خدامش. النظرية ما كتدورش على ريتشارد ونيكول، كتدور على نيكول وأم
ريتشارد. كلنا كنعرفوا العداوه اللي ما بين هاد الجوج، ولكن واش عمركم تسالتوا علاش هاد العداوه ما بين نيكول وعدوزتها، وعلاش ام ريتشارد كتكرهها لهاد الدرجه وخا ديما نيكول كتحاول انها ترضيها؟ النظريه كتقول ان ام ريتشارد ما كانتش باغا ولدها يتزوج بنيكول حيت ما كانتش مزيانه، او ام ريتشارد ما كانتش كتشوفها انها بنت مزيانه حيت كانت خدامه، وحنا عارفين ان نيكول ما كترجعش من الخدمه حتى الليل، فهاد الشيء ما كانش عاجب موت ريتشارد واللي ما غتقبلش نيكول كزوجه لولدها. ولكن في الاخر بطريقه او باخرى نيكول غتزوج بريتشارد وغيمشي من دار امه لدار مرتو، والام غتحس بلي نيكول شفرت ليها ولدها، فداك الشيء علاش عمرها بغاتها ولا حملاتها كما كنشوفو نيت في الكرتون. شخصية بانانا باربارا احد اكبر الالغاز في كرتون غامبول. هاد الشخصية ما عليهاش بزاف ديال المعلومات في الكرتون، اللي كنعرفو عليها انها مامات بانانا جو، وانها مزنزنة شوية في عقلها بسبب انها كانت انسانة اللي كتخدم بزاف، وبسبب الضغط ديال العمل فقدت العقل ديالها، وهاد الشي شفناه في هاد اللقطة من حلقة المستقبل. ولكن بلاتي واش بصح هي مجرد شخصية ثانوية في القصة؟ لا، باربارا هي شخصية أساسية ومهمة، مصير عالم غامبول كله تحت يديها. أول مرة غنتعرفوا على الشخصية الحقيقية لباربارا كانت في حلقة العرافة، فاش كان غامبول وداروين مع بانانا جو ولد باربارا في الحديقة ديال دارهم، حيت كان بانانا جو كيبيع الأدوات المستعملة. فهاد اللقطة غيوقع شجار ما بين غامبول وبانانا جو، وغيهز غامبول لوحة كانت محطوطة تما باش يضربوا بها، وديك اللوحة كان مرسوم فيها نفس المشهد. هنا غامبول ما فهم والو، فسول بانانا جو منين جاتك هاد اللوحه، قال ليه بلي ماما اللي رسمتها. ولكن بلاتي كيفاش باربارا قدرت ترسم حدث باقي كاع موقع؟ شويه غيلقاو لوحات اخرين مرسوم فيهم احداث اخرين وقعوا شحال هادي. المرعب في الموضوع ان اغلب دوك الاحداث ما كانتش باربارا موجوده فيهم، كيفاش عرفت بلي داكشي وقع بديك التفاصيل؟ اجو معايا الحلقه اخرى، حلقه داشو، فاش مشى غامبول يتعشى مع عائلة بيني بسبب خلاف كان واقع ما بينها وما بين باها، كون باها ما كانش باغيها تبان على حقيقتها وكان باغيها تبقى في القوقعة ديالها، وهي كانت باغا العكس، فكان شجار قوي ما بيناتهم. ومشى غامبول باش يحلو زعما، وقعوا بزاف ديال الاحداث، وفي وحدة من اللقطات غيدخل غامبول لدار بانانا جو، وبالضبط لغرفة مو باربارا، وإذ به كيلقى باربارا كترسم لوحة، ما فهم والو كمل طريقه. شويه دخل على بات بانانا جو ولقاه في الحمام، وهذا المشهد كان نفسه المشهد اللي دخل ولقى باربارا كترسم فيه، فهذا الشيء الا كان كيعني شي حاجه فكيعني ان باربارا عندها قدره في انها تتحكم في المستقبل، وهذا الشيء غنتاكدوا منه مزيان في حلقه المستقبل اللي كتدور بشكل اساسي على باربارا، واللي غتختفي بدون سابق انذار، وغيتوجه ولدها بانانا جو عند داروين وغامبول، وغيطلب منهم انه يعاونوه باش يقمو. فهنا غيبداو يقلبوا ويحاولوا يعرفوا شنو هما البلايص اللي كتمشي ليهم عاده باش يقدروا يلقاوها، ولكن كاع محاولاتهم باءت بالفشل. وبطريقه او باخرى غنعرفوا باللي روب هو اللي خطف باربارا من بعد ما عرف القدره ديالها بالتحكم في المستقبل، غيعطيها لوحه وغيقول لها هاكي رسمي لي المستقبل ديالي، وهي كترسم غير الفراغ. الفراغ هو واحد البلاصه في عالم غامبول كيكون فيها الاشياء الخاطئه والاشياء الخايبه. روب غيتعصب وغيخليها وغيدور للجهه الاخرى. هنا غتهز الفرشات وغترسم بوابه ما بين داك المستودع اللي هي فيه وفين كاينين الاولاد غامبول وداروين وولدها، وهنا غادي يجو عندها من خلال ديك البوابه، غيبداو يدابزو مع روب. ومن بعد ما عرف غامبول القدره تاع باربارا غيطلب منها انها تمسح روب، وداك الشيء اللي غيوقع، غتمسحو من العالم وغتلوحو في الفراغ. فهنا كتكون سالات الفيديو ديالنا، ما تنسوش تكتبوا لي لتحت الا كنتو عارفين شي قصص او نظريات من غير هادو، وما تنسوش تدوزوا عندي الانستغرام، وباي باي.